واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. من الجزائر السائل عبد الله يقول: أحييكم بتحية الإسلام، وسؤالي هو كالآتي. إخواني في الإسلام، سؤالي هو بأن أحد الأشخاص قال لي في المولد النبوي الشريف: يعتبر هذا غير وارد في ديننا، فهل هذا صحيح أم لا؟ أنا أقول له بأن هذا يوم عظيم ويجب أن نحتفل فيه، فما هو رأي الشرع في نظركم في ذلك يا سماحة الشيخ؟ الاحتفال بالمولد النبوي غير مشروع، بل هو بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وهكذا الموالد الأخرى لعلي أو للحسين أو لعبد القادر الجيلاني أو لغيرهم. الاحتفال بالموالد بدعة غير مشروعة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى كل خير، هو المعلم المرشد للأمة، وقد بعثه الله بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا يدعو إلى كل خير، وقال الله في حقه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال في حقه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولم يرشد أمته إلى الاحتفال، ولم يحتفل في حياة مولده، ولا فعل الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة، ولا في القرون المفضلة القرن الأول والثاني والثالث، وإنما أحدثه الرافضة ثم تابعهم بعض المنتسبين للسنة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. وكان يقول في خطبته عليه الصلاة والسلام: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فالراجح والصواب عدم شرعية الاحتفال بالمولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، والله جل وعلا إنما نفع الأمة وهداها ببعثته، مو بالمولد. إنما نفع الله الأمة وأرشدها وأخرجها من الظلمات النور ببعثه صلى الله عليه وسلم والوحي له والوحي إليه، لما بعثه الله على رأس 40 سنة وصار نبيا رسولا، نفع الله به الأمة وأنقذ به الأمة من جهلها وضلالها، لا بالمولد. نسأل الله يصلي عليه ويسلم عليه صلاة وسلاما دائمين. اللهم صل عليه. اللهم صل على المولد. المقصود أن الراجح هو أن الاحتفال بالمولد بدعة ولا يجوز فعله، وإن فعله كثير من الناس الآن. فالبدع لا ترجع سنة بفعل الناس، البدع بدع وإن فعلها الناس، ولكن المشروع للمسلمين العناية بأحاديثه وسيرته واستغلال منهاجه، تدريس سنته في المدارس وفي المساجد، تعليم الناس لسنته ودينه في المسجد في المدرسة في أي احتفال في الإذاعة، حتى يتعلم الناس دينه وحتى يسترشدوا بما بينه لهم عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشروع. أما احتفال مولده في ربيع الأول من كل سنة بالأكل والشرب والذبائح والخطب، هذا لا أصل، هذا من البدع ووسيلة للشرك. كثير من هؤلاء المحتفلين يقع منهم الشرك والغلو في النبي عليه الصلاة والسلام مع البدعة. نسأل الله السلامة.